يبقى أول problem عندنا في السكشن with calculator بيقول لي عندي linear equation عايز الانترسكشن بينها وبين البرابلا دي. كل اللي بعمله بعمل ايه؟ بشيل الواي واحط الفاليو بتاعتها اللي هي 3x بلس 9. ما هو قايل لي y equal 3x بلس 9 and y equal to x square plus 3x بلس 1. ده معناه ان ال 2 y's هنا equivalent لبعض. فبقول 3x بلس 9 equals 2x squared plus 3x plus 1. هناخد ال 3x plus 9 to other side ب different sign يبقى 2x squared plus 3x minus 3x plus 1 minus 9. طبعا negative 3x هتتكنسل مع positive 3x يبقى معايا 2x squared equals 1 minus 9 تدينا negative 8 هوديها الناحيه الثانيه تبقى positive 8. لما اعملها على الكالكليتور او اعملها mental زي ما انتم عايزين تطلع لي الاكس بكام؟ ب 2. ما عنديش غير 2 answers فيهم ال x ب 2 يعني هشرب على c and d فاضل لي ال y. هاخد ال 2 دي واعوض عنها في اسهل equation اللي هي 3x plus 9 فيبقى 3 times 2 equals 6 plus 9 equals 15 تبقى الاجابه b. ده بالنسبه لنمبر 1. طيب نمبر 2 بيقول لي ايه؟ نقول الانسر ولا ماشي في ناس ما حلتش نقول البروبلم بسرعه. يقول لي in his SAT math practice test حماده solved 80% of the first section correctly. عمل 80% من اول section right which included 20 questions. اول section ده فيها 20 مساله حل منهم 80%. طيب يبقى 0.8 times 20 عشان اعرف اللي حلهم قد ايه. 80% من ال 20. نكمل. In the second section that included 38 questions. ال section الثاني اللي هو بقى بالكالكليتور حل موجود فيه 38 problems. حل منهم كام؟ 1250 divided 9%. ما تخليش الرقم يقلقك خالص. هتعمل كده 125019 على الكالكليتور percent times 38. هو عايز ايه بقى؟ How many questions were corrected in Hamada test? عايز بقى حل كم مسألة صح في التيست كله. تعال نمسك أول واحدة. 0.8 times 20 هتدينا 16 يعني حل 16 problem right. تاني واحدة أو تاني section 1250 divided 19 shift percent طبعا كلنا عارفين علامة البرسنت فين times 38 equals 25. التوتال بتاعه هيبقى ايه؟ 41. يبقى هو حل توتال التست كله 41 questions اللي هي تبقى بي. وصلت يا شباب؟ اه يا مستر تمام. نيجي لنمبر 3. نمبر 3 بيقول لي ايه؟ نيجاتيف 2x بلس 5y equals 39. نيجاتيف 2x بلس 5y equals 39. 3x equals نيجاتيف 4y بلس 45. تعال نرتب الايكويشن تبقى 3x plus 4y عشان اخدها to other side equals 45. بقى عندي هنا system of equations بشتغل عليها ازاي؟ مش لازم بقى اشتغل mental ها واعمل مش عارف ال x times كام عشان اكنسلها مع اللي تحت والكلام ده. بعمل حاجه اسمها مود 5 1. بمسك الكالكليتر مسموح لي مود 5 1 وابتدي احط الداتا بتاعتي نيجاتيف 2 وادوس equal 5 وادوس equal 39 وادوس equal بعدين 3 وادوس equal 4 equal 45 equals ادوس equals تطلع لي ال x equal 3 ادوس equal تاني تطلع لي ال y equals 9. ادي ال value بتاعت ال x وال y. هو عايز مني مين؟ عايز 2x plus 7y. 2x يعني 6 اللي هي 2 times 3 6 plus 7 times 9 تدينا 56. أيه. يبقى 6 times plus يبقى 6 plus 7 times 9 equals 69 هتبقى دي. اوكي
يبقى 6 بلس 7 تايمز 9 63 اللي هي ايكوال 69. ده بالنسبه لنمبر 3. تحس كده ان اول ثلاث مسائل ما فيهمش حاجه، يعني مساله بتتكلم عن الانترسكشن بتاع اللاين اللينير والبارابولا، تاني مساله برسنتج، ثالث مساله سيستم اوف ايكويشن، وانا معايا كالكوليتر اقدر اشتغل بقى براحتي. نيجي لنمبر 4 5 6 الثلاثة ريفير. طيب مديني جراف، لازم نقرا الانفورميشنز اللي على الجراف ده بتقول لي ايه. ادم اند هيز فيانسي وركت از فريلانس جرافيك ديزاينر. ادم وخطيبته بيشتغلوا ايه؟ ديزاينر جرافيك اول يير لونج ديورينج 2019 اثناء سنه 2019 to save money for their wedding. يا سلام على الكفاح. بيحوشوا فلوس عشان الزفاف بتاعهم. And to buy furniture. ويشتروا بقى العفش بتاعهم. الكلام ده. Their mixed salary each month. ناخد بالنا هنا من كلمة مهمة جدا. Their mixed salary. كلمة mixed دي. يعني السالري بتاعهم الاثنين مع بعض. Each month in thousands. السالري ده بالthousands. وعملوا لي على الجراف واو ان ساوزند اهي، يعني لما اجي اقرا 2 دي معناها 2000. المهم اوف دولارز از شون ان ذا جراف اباف. اوكي يا باشا خش على نمبر 4. فهمنا المعلومه، فهمنا المعلومه. بيقول لي ايه بقى في نمبر 4؟ during september adam worked 15 hours per day. اثناء شهر سبتمبر اهي السنه كلها، فين سبتمبر؟ أو سبتمبر. ادم اشتغل how many hours؟ 15 hours كل يوم. while his fiancee worked 11 hours. خطيبته اشتغلت 11 ساعة بس. per day. knowing that each one of them took 4 days off. بيقول لي خد بالك للعلم يعني ان كل واحد فيهم خد اجازة 4 ايام في شهر سبتمبر. فبقى شهر سبتمبر عندي هنا 26 days. ناخد بالنا مش 30 days، يعني هم مش هيشتغلوا 30 days direct. The month and his fiancee was getting paid 10.7 and his fiancee خطيبته بقى حصلت على ايه 10.7 per hour. بتاخد في الساعة الواحدة 10.7. اوكي هي اشتغلت 11 ساعة times 10.7. ادي خطيب. طب وهو هو اشتغل قد ايه؟ اشتغل 15 ساعة بس 15 اتش. حلو الكلام نكمل. How much was Adam approximately getting paid per month؟ يبقى هو خد في الساعة الواحدة قد ايه؟ ده سؤال، يعني عايز يعرف الفاليو بتاعتنا دي بتاعت الاتش قد ايه؟ المسألة يعني لبعضكم ممكن تبقى صعب، نركز مع بعض كده. الناس دي ميكسد مع بعض اهو، كلمه ميكسد السالري ده ميكسد مع بعض واشتغلوا هاو ميني دايز 26 دايز. يبقى الميكسد سالري بتاعهم اللي هو ال 11 تايمز 10.7 بلس 15 اتش اللي انا ما اعرفهاش ثمن الساعه كام، ده كله لازم يتعمل مالتبلاي 26. وارجوكم لو سمحتوا اعملوا كونفيرم على المعلومه دي، فاهمينها ولا لا؟ اللي مش فاهم يقول عيدها تاني. لا تمام. يعني ادي خطيبته وادي ادم والاثنين ميكسد مع بعض. مستر معلش احنا جبنا ال 26 منين؟ ما انا بقول اهو مش سبتمبر ده 30 دايز؟ هم اشتغلوا ال 30 يوم كلهم؟ لا ده هم اوف. تمام اهي، يبقى لازم اخد بالي وانا ورا المساله اخد بالي من المعلومات اللي بتديها لي. يبقى هعمل تايمز 26، ده كله المفروض يديني ايه بقى؟ يديني الانكم بتاعهم فين؟ في سبتمبر. تعال نشوف الانكم بتاعهم في سبتمبر. ادي سبتمبر اهو، نقف كده عند سبتمبر ونشوف ما بين ال 11 وال 12 عندنا ايه. ما سوري، ما بين ال 10 وال 12 عندنا 11، يعني الناس دي في شهر سبتمبر خدت 11000
او كان الانكم بتاع الدخل بتاع 11000. عايزين نعرف بقى ادم الساعه بتاعته كانت بكام اللي هي اتش. انت طالما نجحت انك تقدر تكون له الايكويشن بالانفورميشنز اللي معاك خلاص ما عندكش مشكله. ليه؟ لان معايا كالكوليتر. اروح قايل له بقى كده 26 افتح براكت. الناس معايا بالكالكوليتر ولا لا؟ 11 تايمز 10.7 بلس 15 الفا اكس واروح قافل البراكت. ده كله الفا ايكوالز. الفا ايكوالز الصغيره اللي على كلمه كال 11000 واروح قايل شيف سول ايكوالز اللي هي تطلع لنا كام؟ تقريبا 20.35. نبص على الانسرز ما عنديش 20 غير 20.4 اللي هي سي. ما انا هعمل ابروكسيميشن لل 3 دي تبقى 4. اقول تاني يبقى انا عندي كلمتين مهمين جدا يا جماعه في المساله. كلمه في الجراف الاولاني ده اهو بيقول لي ذير ميكسد، يعني اللي مدوني على الجراف ده الكومبايند بتاعهم الاثنين مع بعض. الكلمه الثانيه اهي انهم خدوا 4 دايز اوف من ال 20 من ال 30 دايز. ادخل على نمبر 5. اوكي نمبر 5 بيقول لي in which quarter of the year did they get the smallest income. يعني ايه which quarter in the year؟ احنا عارفين ان السنه عندنا 12 months فالquarter year هو عباره عن 3 months. تعال نشوف هو عايز مين the smallest income. تعال مع بعض كده ادي الفيرست كوارتر اللي هو جان فيب ماي ادي السكند ادي الثيرد وادي الفورد. اول كوارتر وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع. هو عايز مين ذا ليست يبقى الفيرست كوارتر واضحه جدا زي الشمس ده اقل انكم عندي. نمبر 6 بتقول لي What is the percentage of فاكرين اهي طلعت لنا وطاية اهي من ال 5 واتس اللي خدناهم. What is the percent؟ قلنا لما يقول لي What is the percent؟ Ask over total times how. حلو الكلام. هو بيقول لي ايه بقى؟ What is the percent of May's income out of their total annual income؟ عايز يعرف May ده بيمثل كام percent؟ تعالى الماي كده الماي 100 اللي هو عامل تقريبا 6000 يبقى ده اللي بيسالني عنه. مش لازم اكتبها 6000 ممكن اكتبها 6 بس واطلع التوتال من غير 1000 برضه لان كده كده الزيروز هتروح مع بعض. طب التوتال بتاعنا يبقى ايه بقى؟ تعالى نعمل بلس بقى 2 بلس 3 بلس 2 بلس 8 بلس 6 بلس 4 plus 2 plus 1 plus 11 plus 9 plus 3. تعمل التوتال ده كله اللي هو المفروض هيطلع لك كام لو حد كان ماشي معايا بالكالكوليتر يطلع لي 57. يبقى ادي الاسك اوفر التوتال تايمز 100 عشان عايزها بالبرسنت. يبقى نقول له 6 اوفر 57 times 100 equals تقريبا 10.5 2%. يعني الإجابة دي وصلت ولا نقول تاني؟ أوكي نمبر 7 بتقول لي إيه؟ واضح جدا ان التراك بتاعنا ماشي في البرسنتج نمبر 7. يبقى انت كل اللي مطلوب منك بس تفهم اني توبك اللي شغال عليها وابتدي اشتغل بدماغك الحلو. بيقول لي ايه؟ A company lost 20% of their stock.
انت هنا ممكن تيجي تسأل نفسك تقول لهم طب هو الستوك كله كان كام؟ اي حاجة يا جماعة الاوريجينال بتاعه ريبريزنت 100%، فلما يعمل لوست 20 هيتبقى 80%. فاهمين الحتة دي يا شباب؟ اوكي، الراجل ده lost 20% of their stock، يبقى اجي اقول له كده 1 minus 0.2، ادي الفيرست يير اول سنه. Then 26% the second year، هو ما قاليش بقى lost ولا عمل ايه، طالما قال لي then يعني الجمله اللي بعديها تبقى مربوطه بالجمله اللي قبلها، فده معناه انه عمل lost تاني 26، يبقى تايمز ما اقولش بلس، تايمز 1 minus 0.26. In the third year, their stock increased by 30%. Increased. If 1 plus 0.3. Which of the following statements is true? أني إجابة من دي صح؟ استحالة هتقدر توصل للإجابة قبل ما تخلص من الأوبريشن اللي قدامك. اخلص منها عشان دي اللي هتقول لي أنا حصل increase ولا decrease. طيب أعرف منين؟ نركز في الحتة دي لو سمحت. لو أنا عملت المالتيبليكيشن ده وطلعت لي الإجابة 1 point أي حاجة أي decimal يعني، يبقى هنا حصل increase، لأن ال 1 ده بيمثل 100%. يعني زي مثلا طلعت لي الإجابة 1.58 يبقى حصل increase 58%، عشان في 1 point. طب نفرض الإجابة طلعت لي 0.58، مفيش هنا 1، يبقى حصل degrees. يا رب تبقوا فاهمين degrees قد إيه، أو 58%. يبقى لو 1 point حصل increase، لو 0 point حصل degrees. صعبة دي، تعالوا نشوف حصل إيه. يبقى 1 أفتح bracket 1 minus 0.2 times 1 minus 0.26 times 1.3، أعمل ده كله تطلع لي الأنسر 0.7696، يعني approximately كده 0.77. أوكي كده حصل الديجريز بتاعي، أوكي أو ده الستوك اللي اتباع. عرفت منين إنه حصل ديجريز؟ عشان ما فيش هنا 1. طب تعالى بقى للإجابات، أي إجابة فيها increase اشطب عليها. The company increase اشطب على إيه؟ The company decrease خليها على جنب. The company stock decrease خليها على جنب. The company stock increase اشطب عليها. تعالى بقى نشوف، هو كده خلاص حصل decrease. Decrease قد إيه؟ هاجي أقول له 1 minus 0.77. ما هو الديجريز اللي حصل 0.77 قد ايه بقى؟ ده اللي اتبقى معايا، يبقى اقول له 1 minus 0.77 تطلع لنا 0.23، يبقى الانسر بتاعتنا حصل ديجريز تقريبا 23%. مفهومه ولا اقول تاني؟ مستر هو احنا ليه ما عملناش بلس فوق؟ ليه عملنا لهم ملتبلاي؟ لا ما ينفعش يا ماما نعمل ملتي بلس. ليه؟ بص يا ماما حلو السؤال ده، انت دلوقتي اشتريتي مثلا حاجه ب 100 دولار، اوكي عليها خصم 20%، تشتريها بكام؟ يبقى 100 تايمز 1 ماينس 0.2، صح كده؟ تمام. طيب بصيتي في جيبك كده لقيتي فيه كوبون خصم تاني، انت معاكي كوبون خصم تاني كام؟ 20%، يبقى اقول له ما اقولوش بقى بلس، اقول له تايمز 1 ماينس 0.2. ليه بقى؟ انت لما طلع لك الخصم الاولاني طلع لك 80 صح؟ الخصم التاني اللي هاخده على ال 80 مش على ال 100. تمام. فلو عملت بلس انت كده كانك خدت كام؟ 40%، وانت ما خدتيش 40%، ده انت خدت 20% وبعدين 20%. تمام.
وصلت؟ اه يا مستر، شكرا. النوع ده من المسائل ما عملش بلس مالتبلاي. طيب نيجي لنمبر 8. نمبر 8 بتقول لي ايه؟ معلش انا عايز اقف تاني هنا، حته بلس دي روشتني شويه. بصوا يا جماعه، في البرسنتج هنا مفيش حاجه اسمها بلس غير جوه البراكت او ماينس، امتى؟ لما بيحصل انكريز او ديكريز. طيب انت دلوقتي حضرتك في حاجه ب 100 دولار، اي موبايل اي حاجه عليها خصم، نقول مثلا 40%، يبقى حضرتك هتشتريها بكام؟ ب 60 دولار، صح ولا لا؟ فاهمين الحته دي ولا لا؟ طيب نفس الحاجه او نفس الايتيمز ده، بس هتاخد عليه 20% ديسكاونت وبعدين 20% من النيو برايس. يبقى انت كده ما تعملش بلس، مش معناه انك خدت 40% برضه. ليه؟ ال 20% دول هتاخدهم على ال 100 هيبقى ب 80، ال 20% دول هتاخدهم على ال 80 مش على ال 100 بقى. مفهومه الحته دي ولا لا؟ يعني هيبقى بكام؟ هيبقى ب 64. فبعمل ايه؟ بعمل كده 100 تايمز 1 ماينس 0.2 تايمز 1 ماينس 0.2 مش بلس، لان انا خدت خصمين واربع. او لو خدت خصم وبعدين دفعت سيلز تاكس، بمعنى الحاجه ب 100 ده ايه؟ هاخد عليها ديسكاونت 20% ديسكاونت، وهدفع مثلا 10% سيلز تاكس ضريبه. تبقى المساله تمشي ازاي؟ هاجي اقول له 100 ده الاوريجينال برايس، اخد عليه خصم يبقى 1 ماينس 0.2، بعدين هدفع ضريبه يبقى تايمز 1 بلس 0.10. مفيش حاجه اسمها بلس خالص. وصلت يا شباب؟ اه يا مستر. نيجي لنمبر 8. نمبر 8 بيقول لي What is the sum of the solutions of a minus 1 times a square plus 8a plus 15. طيب هو عايز sum of solutions. هو ايه solutions؟ ال value of x. What is the sum of roots? What is the sum of zeros? What is the sum of x intercept? اي حاجه من او اي نوع من الاسئله دي هو يقصد بيه ال variable بتاعي. بس هنا جايبه لي a. طب وماله؟ انا عندي equation اهي تايم is equation ثانيه الاثنين equal 0، يبقى اقدر اقول له a minus 1 equal 0، يعني هنا ال a تطلع لي ب 1. وعندي هنا a square plus 8a plus 15 equal 0، عايزين ال a، اروح دايس مود 5 3، مود 5 3، وابتدي احط الداتا اللي قدامي. اللي قدامي ال a square هنا 1، اروح دايس 1 وادوس equal، وبعدين 8 وادوس ايكوال، بعدين 15 وادوس ايكوال، تطلع لي الاي بكام؟ بنيجاتيف 3 ونيجاتيف 5. ادي التو سوليوشنز بتوعي. يبقى انا عندي دلوقتي كام سوليوشن؟ 3 1 بلس نيجاتيف 3 لانه عايز السم بلس نيجاتيف 5. يبقى السم كله ده يطلع لي بكام؟ بنيجاتيف. هنقل على البروبلم اللي بعديها، اللي عنده مشكله في أي مسألة يقول لو سمحتوا علشان أرجع لها يعني. المهم نمبر 9 بتقول لي إيه؟ بتقول لي تانتا يونيفرستي is an Egyptian university located in Tanta, Egypt. ماشي عارف. Since 1962 the administration was devolved and was able to create more than 10 faculties. هيعمل بقى 10 كليات زيادة يعني. Statistics shown in the in an old release that 3,636 students, the total, attend the faculty of medicine, and the ratio of female to males, female students to male students is 11 to 25. يبقى female students to male students ratio بتاعته. عندك طريقتين للتعامل مع المسألة دي، دي مسألة ريشيو.
وبيقول لي هاو ميني ميلز، عايز يعرف الميلز عندنا كم ميلز. الطريقه الاولى ايه هي؟ ان انا استعمل الكونسبت بتاع التوتال. يعني ايه؟ انت من قرايتك المساله عرفت انه مديك التوتال كله اهو، عرفت منين؟ ما بيقول لك اهو ان recall statistics shows in an old release that 3600 children attended the vocal. ده التوتال بتاعه. فبشتغل على التركية بتاعت التوتال. فروح حطيت له كده توتال اهو، وحط هنا تحت كلمة توتال توتال الريشيو، كأني بعمل بلس للريشيو دي، وتحت توتال الريشيو احط توتال المسألة، واسأل نفسي انت عايز مين يا عم؟ عايز الميلز؟ وروح عامل كروس، يبقى x equal 3636 times 25 over 36، وتعملها على الكالكيلتر times 25 over 36 تطلع لنا كام؟ 2525. بصوا الارقام الرخمه والديفيجن الرخم، ها؟ حد شيء الاخر لازم يجيبوا لي في سيكشن كالكليتر. طلع لي ايه؟ الاجابه بي. الطريقه الثانيه ان انا اعمل ايكويشن. يعني ايه اعمل ايكويشن؟ انا عندي الريشيو ما بين ال11 ما بين الفيميلز والميلز 11 to 25. طب انا اعرف عندي هاو ميني ستودنتس في الفيميلز؟ لا، يبقى 11x. طب اعرف هاو ميني ستودنتس في الميلز؟ لا، يبقى 25x. التوتال بتاعهم يديني ايه؟ 3636. هتعمل لدول بلس تديك 36x equals 3636. هتطلع دي divided 36 divided 36 تطلع لنا الx بكام؟ 101. ادي الx. هو عايز مين؟ عايز الميلز اهي. يبقى 25 times 101 تطلع لنا الانسر قدام عيني. انت عندك طريقتين هنا. طب يا مستر حضرتك تفضل اني طريقه؟ بامانه انا عن نفسي افضل الطريقه انك تبقى فاهمها كويس جدا. ليه يا مستر؟ لاني ممكن يجيب لي التركايه بقى بتاعت البارت. ايه تركايه البارت؟ يعني يجي يقول لي ما يدينيش التوتال، مديني نفس الريشيو كده، ويجي يقول لي ايه الريشيو ما بين الفيميلز ستودنتس وميلز ستودنتس 11 to 25، وعندي من الميلز هاو ميني ستودنتس 2525. انا عايز بقى اعرف في كام في ميلز. او بحط دي ودي، ادي البارت بتاعي، واعمل كروس يطلع لي الفيميلز. عايز اعرف التوتال برضو، احط ده تحت الميلز واعمل كروس تطلع لي الفيميلز، واعمل لهم ايد يطلع لي التوت. وصلت يا شباب؟ ده بالنسبة لنمبر 9. أي سؤال فيها عشان نخش على 10؟ أوكي. نمبر 10. 10 بتقول لي إيه؟ أقول الإجابة عشان الناس اللي حلت تطمن إن حلها صح. هتبقى سي. يقول لي what is the x intercept of the line passing through points 3, 5 and 4 و negative 2. x intercept يعني ايه x intercept؟ يعني ال y بزيرو. طيب الكلام ده بعمله امتى؟ لما اجي اطبق في الايكويشن دي y equal mx plus c. لو حطينا ال y بزيرو تطلع لي ال x بتاعتي بكام؟ طب انا ما عنديش ايكويشن. لا، انت متدرب ازاي تعمل equation من 2 points. أول حاجة نعملها نطلع السلوب. y2 minus y1 over، طبعا 5 minus minus 2 يعني 5 plus 2 over x2 minus x1 يعني 3 minus 4 يعني تدينا negative 7. خلاص بقى السلوب عندنا دلوقتي بكام؟ بنيجاتيف 7. حلو الكلام. بقت الايكويشن كده y equal negative 7x plus c. لسه الايكويشن ناقصه. ناقصه ايه بقى؟ ما انت هتحط الواي بزيرو وتطلع لك الاكس ازاي وانا عندي السي ما اعرفهاش؟ طب سهله جدا، عوض عن الاكس والواي. هنحط الواي مثلا ب 5 اهي ماينس 7 تايمز الاكس ب 3 بلس سي.
نيجاتيف 7 تايمز 3 تدي نيجاتيف 21، هنوديها الناحية الثانية بوزيتيف 21، يبقى السي بتاعتنا ب 26. تبقى الايكويشن اهي y equals negative 7x plus 26. حضرتك عايز مين؟ عايز الاكس انترسيب؟ حط دي بزيرو. يبقى 0 equal negative 7x plus 26. هتاخد النيجاتيف الناحية الثانية، يبقى 7x equal 26 divided 7 divided 7 يطلع لنا الاكس من ورا. مسألة سهلة ما فيهاش أي حاجة. طيب نمبر 11 بتقول لي if fx equals equation ماشي and x equal equation ماشي what is the value of fg3 minus f2. لا دي ما يعني سهله جدا. الناس اللي ما حلتش والناس اللي حلت المساله دي substitution. يعني ايه substitution؟ هاخد ال 3 دي واعوض عنها جوه الجي عشان بيقول لي اف جي. حاضر بقت عامله كده اف. تعال نشوف دي بقى 1 اوفر 3 اكس سكوير. هنشيل الاكس سكوير ونحط ايه 3 باور 2 يبقى 1 اوفر 3 3 باور 2 تايمز 9 دي معادل 3 ماينس 7 تطلع لنا بكام؟ بنيجاتيف 4. تعويض عادي يعني هتعوض هنا ب 3 تطلع لك بنيجاتيف 4. يبقى عرفنا ان جي 3 دي كده كلها على بعضها بنيجاتيف 4 ماينس اف 2. تعالى بقى للاف هتشيل كل اكس من دي وتحط 2 هيطلع لي رقم هنا. تعالى نشوف 2 تايمز 4 عشان 2 باور 2 4 ماينس 14 عشان 7 تايمز 2 14 بلس 5 2 تايمز 4 8 8 ماينس 14 نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 بلس 5 تدينا نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 2 يعني تدينا تقريبا هاف. اوكي يبقى نبتدي بقى نشتغل على ايه؟ على اف نيجاتيف 4 ماينس اف هاف. نشتغلها ازاي؟ اف نيجاتيف 4 ماينس اف طلعت هاف ولا 2؟ نراجعها تاني. مستمعين ولا بتشتغلوا معايا يا شباب؟ 2 تايمز 4 ماينس 7 تايمز 2 بلس 5 اوفر 2 ماينس 4 تطلع لنا بهاف صح؟ يلا بقى اف نيجاتيف 4 هتطلع لنا بايه؟ بص بقى الحيره بقى بتاعتنا. هعوض عن الاف بنيجاتيف 4 وعوض عن الاكس بايه؟ بهاف. هتاخد هنا في الاف الاكس مره بنيجاتيف 4 هي دي رقمتها. وبعد كده هيطلع لك رقم. بعد كده هتعوض عن الاكس بهاف. نعوض يا شباب؟ يلا 2 تايمز نيجاتيف 4 باور 2 ب 16 minus negative 4 times 7 positive 28 plus 5 over الx negative 4 minus 4 تدينا negative 8 يعني دي تطلع لنا negative 65 over 8. شكرا. minus تعال بقى للهاف في نفس الايكويشن دي 2 times half squared اللي هي 1 over 4 اللي هي تطلع لنا هاف. يبقى دي بهاف. يبقى نقول له كده 0.5 minus 7 times 0.5 plus 5 over 0.5 minus 4 تطلع لنا بنيجاتيف 4 over 7. معايا يا شباب؟ محدش بيرد ليه يا جماعه؟ حضرتك شغالين تعويض ولا بتستمعوا؟ حضرتك يا مستر. طيب اف جي امسحها بس فاهمين دي؟ اف جي 3 يعني دي لوحدها هطلع الجي 3 لوحدها هتطلع لي بنيجاتيف 4
اف نيجاتيف 4 اي ماينس اف 2. اف 2 طلعت بكام؟ بهاف. خلاص يبقى احنا مش محتاجين نعوض فيها. يبقى نيجاتيف 68 ماينس هاف تطلع لنا ايه؟ نعوض تاني. بصوا يا جماعه ادي اف جي 3 دي طلعت بنيجاتيف 4 ماينس اف 2 اهي المساله. فاهمين دي كده؟ حلو الكلام. تعالوا نعوض على النيجاتيف 4 بالكالكليتور معايا بقى عشان انا ممكن يعني اغلط في الرقم ولا حاجه. 2 تايمز اكس باور 2 الاكس بنيجاتيف 4 نيجاتيف 4 باور 2 بكام؟ 16. يبقى 2 تايمز 16 ماينس 7 تايمز نيجاتيف 4 بلس 5 اوفر نيجاتيف 8 تطلع لنا بنيجاتيف 65 اوفر 8. دي طلعت تمام. تعالى بقى لل 2 نعوض عن ال 2. two times x squared اللي هي تطلع طلعناها بكام؟ بنيجاتيف هاف. طيب نيجاتيف 65 اعملوا دي على الكالكليتر ماينس دي. نتاكد بس نيجاتيف 65 اوفر 8 ماينس 1 over 2 تدينا نيجاتيف 69 over 8 موجودة؟ أيوة يا مستر. أنا موجودة. إيه يا مستر؟ إيه. يبقى المسألة كلها مسألة تعويض، بس ناخد بالنا من حاجة. هو حاطط لك براكتس عشان يلخبطك شوية. دي فانكشن لوحدها اللي هي جي 3 بتطلعها تطلع لك بنيجاتيف 4 هتبقى جوه الاف يعني هتبقى عامله كده اف نيجاتيف 4 اهي واف 2 هتطلعها عادي اللي هي تطلع لك بنيجاتيف 4. وصلت؟ نمبر 12 وات از ذا برودكت اوف ذا برودكت. نركز بقى على الكلمه دي لو سمحت. بيقول لي هنا 2x باور 4 ماينس 4x power 2 minus 6 equals 0. اللي انا عملته ده انا رتبت الايكويشن او دخلت دول جوه. طيب هو عايز البرودكت. احنا قلنا البرودكت ايكوال ايه؟ c over a. طب والسم لو طلب السم نيجاتيف b over a. ما ننساش التو رولز دي لاي ايه؟ لاي ايكويشن عايز البرودكت بتاعنا c over a. فين ال c؟ نيجاتيف 6. فين ال a؟ بوزيتيف 2. يبقى نيجاتيف 6 over 2 تدينا نيجاتيف 6. ادي نيجاتيف 3 تبقى دي. حل بالكالكليتر مش محتاجه. ليه؟ هتطول معاك وانت معاك اساسا الرول زي البرودكت سي اوفر اي السم نيجاتيف بي اوفر اي. طيب 13 بتقول لي ايه؟ بيترا ريجستد ان ان اونلاين ماجازين فور ا مانثلي فيز اوف $15. كلمه فيز دي اول ما تشوفها كده يبقى على طول حاجه اسمها اكس سوري واي انترسبت او انيشال. ادي الايكويشن اهي y equal mx plus اللي هي دي كلمه فيز دي يعني هو بيدفع اشتراك بس $15. However to read the premium articles she has to pay an extra charge of 0.3 per article. يعني هي لو عايزه تقرا مقالات زياده بقى مميزه كده هتدفع لكل مقاله 0.03. الله
واضح جدا انها لينير. عرفت منين انها لينير؟ لان عندي فيكسد فاليو بتدفع كل ارتكل. يبقى ده معناه ايه؟ بص بقى نكمل بس. Which of the following represents the total amount Petra is going to pay per month if she reads X premium articles. طب ال premium articles الواحدة بتدفع عليها 0.03X plus الفيز بتاعتنا 15 اللي هي الفيكسد فيز. يبقى ادي السلوب وادي الواي انترست. هو عايز الايكويشن دي خلاص تبقى بي واضحه جدا. سهله نمبر 13 بس عايز الطالب فاهم وهو بيقرا ايه المقصود بكلمه. اما تلاقيها دي السي بتاعتنا او الواي انترست. بير لما تلاقيها دي الام بتاعتنا او السلوب. بس لو انت عارف الحاجتين دول هتقدر تكون الايكويشن وانت مرتاح. اي سؤال هنا؟ اوكي. نمبر 14. نمبر 14 من المسائل اللي هي طبعا احنا زي ما اتفقنا مفيش فرق بين اكت وبين اي اس تي نفس التوب. فكل المسائل اللي بنقولها دي بتلاقيها في الاكت وكل مسائل اللي قلناها دي بس الفرق انها في كالكليت بس زي اول سيكشن. طيب نمبر 14 بيقول ايه؟ What is the area of the shaded in the figure book؟ هذه الاريا بتاعت الشكل ده. طب الشكل ده ايه رايكم لو قسمناه شكلين عشان نقدر نحدد الاريا؟ اوكي تعالوا مع بعض كده نطلع الاريا بتاعت اول شكل اللي هو ده. طيب يا مستر ده عبارة عن رومبس شكله كده رومبس. ماشي يا حبيبي. يعني يا مستر أنا محتاج أجيب طول ده قد إيه وطول ده قد إيه وأعمل لهم تايمز بعض ديفايد 12 طلع إيه. ليه يا عم؟ ليه؟ أنت فكر وخليه كرييتيف. يعني إيه كرييتيف؟ يعني ابتكر كده في الشكل. إيه رأيك خدنا الشكل ده ونزلنا بيه كده أهو بقى عامل كده. مش الجزء ده هو الجزء ده كأنك عدلت الشكل بس. يعني كأنك خدت دي كده نزلت بيها هنا وخدت دي نزلت بيها هنا كأنك عملت سكوير اهو. طب يا مستر وانا دماغي تيجي ان انا اعمل كده في الامتحان؟ لا يا حبيبي ما تجيش لازم حد يقول لك. انا بقول لك اهو خليك كرييتيف. يعني ايه كرييتيف؟ بص على الشكل اقدر اتحكم فيه ولا لا؟ فاهمين الحته دي يا شباب ولا ايه؟ اه يا مستر. بقى عندي سكوير اهو. بقى عندي سكوير اهو. الاريا اوف سكوير ايه؟ سايد سكوير. ادي السايد عندي هنا ب 3 1 2 3 وهنا 1 2 3 يبقى دي ب 9. طلعنا اول شكل فتحنا منه. شكرا. تعالى للشكل الثاني. الشكل الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن ترابيزيوم او ترابيزويد. طيب الاريا اوف ترابيزويد ايكوال زي الناس اللي ناقصها رولز او انقش مني الرولز كده خدها مني واكتبها عندك في البوكليت دي. الاريا اوف ترابيزويد وانا عارف ان في ناس كتير حافظاها. الاريا اوف ترابيزويد ايكوال بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش او أو half times b1 plus b2 times h. الاثنين صح. طيب b1 بكام؟ ادي b1 اهي أول قاعدة اللي فوق دي b2. طب b2 ادي 1 2 3 4 b4. طب والh بتاعنا الهايت أهو 1 2 3 4 5 الهايت ب 5. والهايت على فكره لازم يكون بيربنديكولر اهو. اشمعنى اخترت ده؟ عشان ده عمودي اهو بيربنديكولر. محدش يقول لي ان ده الهايت. الهايت ما يجيش بميل كده ابدا. يبقى اقدر اقول له كده b1 b2 plus 4 divided 2 times 5 2 plus 4 6 divided 2 3 3 times 5 15. بقى عندي area ب 9 واريا ب 15 يعني الصم بتاعهم
24 خلصت المسألة، واللي عايز فيها حاجة يقول. ها اوكي، اللي بعد. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. A B C D. Okay. What are the coordinates of E, the center of the parallelogram? ED the center بتاع parallelogram. بين the center بتاعنا. في حد في الويتنج يا شباب؟ بصوا كده. اوكي ادي الاي بتاعي، هو عايز الكوردينيت بتاع الاي. اول حاجه ما احبش انكم تغلطوا فيها، نركز مع بعض. هو قايل لي هنا A B C and D بالترتيب ده، فلازم امشي كده A اهي، بعديها B C D، وخد اي تو بوينتس اوبوزيت لبعض. ما انا عايز الكوردينيت بتاع الاي. يعني ايه عايز الكوردينيت بتاع الاي؟ يعني مثلا البي بتاعتنا عندي 4 و 4، اخدها مع الدي، الدي بكام؟ 3 ونيجاتيف 1. لو انا طلعت الميد بوينت هنا انا طلعت الكوردينيت بتاع الاي. طب الرول بتاعت الميد بوينت اطلعها ازاي؟ او بتقول ايه؟ الرول بتاعت الميد بوينت اهي، اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2 كوما واي 1 بلس واي 2 اوفر 2 اهي. طيب x1 ب 4 بلس 3 يبقى 7 اوفر 2 كوما، نيجي للواي 4 بلس نيجاتيف 1 يعني 3 اوفر 2 يبقى 3.5 اند 1. دي اللي بدور عليها اهي، خلص. طب السؤال هنا، طب يا مستر افرض انا خدت a مع c، وماله يا حبيبي؟ تعالى ناخد a مع c، هتطلع لنا نفس الانسر. تعالى شوف الـ A عندنا بكام؟ 1 و 2. طيب والـ C 6 و 1. يبقى 1 بلس 6 اوفر 2 اللي هي x1 بلس x2 اوفر 2، وبعدين 2 بلس 1 اوفر 2 اللي هي 7 اوفر 2، 3 اوفر 2 اللي هي 3.5 1.5. بس الفكره في ايه؟ انك تبقى فاهم او داخل الامتحان معاك الرول بتاعت الميد بوينت. لو عايز الميد بوينت ما بين اي تو بوينت. ده كلام جميل ورائع وما فيهوش اي مشاكل. نيجي بقى لنمبر كام؟ نمبر 16. نمبر 16 بيتكلمني عن توبيك بمنتهى اللذاذه اسمها انفرس اوف فانكشن. شرحتها بس انا واثق يمكن 80% لا 90% انكم نسيتوها. حد فاكر كنا بنجيب الانفرس ازاي؟ من الناس اللي اتشرحت لها. اتكلمي ما تتكسفيش. اتكلم. يا مستر هو انا كنت فاكره نفسي اني فاكراها. انا بقول لك اتكلمي ما تتكسفيش، بستنى اسمع صوت. ما انا جايه لك اهو. فاكرك مش هتاخد بالك مني. لا لا لا. بصوا يا جماعة، inverse of function معناها ايه؟ اولا يعني معناها ان الدومين يبقى رينج والرينج يبقى دومين. مش فاهم ولا يهمك، هفهمك. بصوا يا جماعة، انا لو جيت قلت لك، معلش هنطول في المسألة دي شوية عشان ده درس بيتشرح، يمكن الناس اللي نسيته اديها بتعمل ريفيرس. الناس اللي اول مره بتسمعه اديك بتاخد ايه التوبيك، وزي ما اتفقنا احنا بنحل توبيك وافد بنشرحه. لو انا جيت قلت لك مثلا f of x equals 3x minus 5 وانا عايز f to power of negative 1x، الشكل ده f to power of negative 1 ما ينفعش f to power of negative 2 او negative 3. هي f to power of negative 1 ده الانفرس، ده الانفرس بتاع الفانكشن. طيب المهم لما الاقي الشكل ده يبقى هو عايز الانفرس بتاع الفانكشن. اعملها ازاي؟ افهمك الخطوات ستيب باي ستيب، بعد كده انا واثق انك هتعملها منتال، يعني بالنظر كده هتوصل للانسر. طيب تعالى مع بعض كده واحده واحده.
اول حاجه بعملها انا عارف ان الاف اكس هي الواي، اف اكس يعني واي، واللي مش عارف المعلومه دي ادي بيعرف اتش اكس جي تي اي فانكشن بالشكل ده هي بترمز للواي، يعني ممكن اشيلها واحط واي. ماشي، انا عايز ايه؟ اف تو باور اوف نيجاتيف 1. اول خطوه بعملها بعمل ريبليسمنت للاكس والواي للرينج والدومين. يعني ايه ريبليسمنت؟ ببدل اماكنهم، يعني الاكس تاخد مكان الواي والواي تاخد مكان الاكس. وناخد بالنا من حاجه، الفاريابلز بس، يعني الاكس هنا معاها 3 بتفضل زي ما هي 3 في مكانها، فتبقى عامله كده اكس ايكوالز 3y ماينس 5. عايز بقى ال 3y دي او عايز الواي دي تبقى سبجكت لوحدها، حاضر، هناخد النيجاتيف 5 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، بقت عامله كده 3y ايكوال x بلس 5. هعمل ديفايدد 3 ديفايدد 3، تبقى الواي اللي هي f تو باور اوف نيجاتيف 1 equals x plus 3 sorry x plus 5 over 3. بص عكس دي ازاي؟ الانفرس بتاعها، هنا الـ x minus 5 لا بقت x plus 5، هنا الـ 3 times x لا بقت x divided 3. انا هقول تاني ما تقلقوش، بس الفكره في الخطوتين دول مهمين، ان انا اعمل replacement الـ x مكان الـ y والـ y مكان الـ x، وبعد كده اخلي الـ y بتاعتي subject. example تاني، لو قلنا مثلا يعني f of x equals x plus 3 over 2، وانا عايز ال n، عايز f to power of negative، اقول له حاضر، مش انا عارف ان دي ال y؟ هتبقى عامله كده x، شلت ال y وحطيت x equal y plus 3 over 2. بص اول خطوه انت عملتها منتال ازاي؟ مش لازم بقى تشيل الاف اكس وتحط الواي وبعدين تبدل الاكس مكان، كله بخطوه واحده، ما انت فهمت. بعد كده اعمل كروس، يبقى واي بلس 3 لان دي اوفر 1 ايكوالز 2 اكس، اودي 3 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى واي ايكوال 2 اكس ماينس 3، اهو الانفرس اوف فانكشن. ال 2 تايمز الاكس اللي كانت الاكس ديفايدد 2، الاكس بلس 3 بص بقت اكس ماينس 3، انت كده جبت الانفرس. اللي مش فاهم يا ريت يقول تاني يا مس. ايه ده كله فاهم؟ نايس. طيب اكزامبل كومبليكيتد شويه بقى، ازاي؟ يجي يقول لي مثلا f of x equal 3x squared minus 8. حضرتك عايز ايه؟ عايز الانفرس اوف فانكشن. اقول له حاضر، يا سلام انت جيت في جمل يعني. بص بقى انا هعمل ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان دي الواي، خلاص؟ هاخد الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي، بس هنا الاكس معاه باور 2 بيفضل زي ما هو. ما تاخدوش. فتبقى عامله كده اكس ايكوالز 3y سكوير ماينس. انا عايز دي سبجكت لوحدها، يبقى 3y سكوير ايكوالز x، واودي النيجاتيف 8 الناحيه الثانيه بوزيتيف ديفايدد 3 ديفايدد 3. ادي الواي سكوير ايكوال x بلس 8 اوفر 3. بس يا مستر احنا عايزين y اللي هي الانفرس بتاعتي. خلاص اخلص من الباور 2 ازاي؟ ادي سكوير روت للبوث سايدز، فتبقى y equals square root x plus 8 over 3. بص هنا الاكس كانت باور 2 لا بقت سكوير روت، هنا الاكس كانت ماينس 8 لا بقت بلس 8، هنا 3 تايمز الاكس لا بقت الاكس ديفايدد 3. فاهمين حاجه؟ لا مش فاهم. ما سمعتش. لا متلخبط يا مستر. متلخبط، مين معايا؟ انا نور يا مستر. انت نقول، بص يا نقول واحدة واحدة كده. أول خطوة إنك تعمل ريبليسمنت أو سويتش للإكس والواي، فاهم الخطوة دي؟ أه يا مستر تمام.
الخطوة الثانية تخلي الواي بتاعتك في سايد لوحدها هي السم، يعني عايز واي بقى ايكوالز ايه. فاهم الخطوة دي؟ تمام. حلو، تعال نطبق الكلام ده. انا بكلمك نظري اهو بالبق كده، تعال نطبق الكلام ده عملي ازاي. مثلا لو قلت لك اف اوف اكس ايكوالز مثلا سكوير روت اكس بلس 3 اوفر مثلا 7، وانا عايز اف اوف نيجاتيف 1، يعني عايز الانفرس. قول لي كده يا نور، اول خطوه تعملها ايه؟ احنا عرفنا خلاص ان دي واي، ها؟ اه تمام. اول خطوه هنعمل ايه؟ سويتش. تمام، اعمل السويتش. يلا هيبقى عامل ازاي بقى؟ بس انا بس سويتش لو هتحط الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي بس. تمام. انا عايز منك الخطوه دي. قول تبقى اكس ايكوال روت واي بلس 3 اوفر 7. برافو عليك، اكسلنت، 100 100. طيب ايه الخطوه الثانيه؟ ان انا عايز اخلي الواي دي سبجكت. تمام تمام، بس انا عندي هنا فراكشن، فبعمل كروس عشان اخلص منه. تي اوفر 1 هنعمل الكروس، 1 تايمز روت واي بلس 3 تنزل زي ما هي، روت واي بلس 3 ايكوال 7 تايمز اكس 7 اكس. فاهم دي كده؟ اه يا مستر. تمام تمام. هناخد ال 3 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس. شكرا. كده انا معايا روت واي ايكوال 7 اكس ماينس 3. لا انا عايز الواي حضرتك، مش عايز الروت واي. طب اعمل ايه عشان اخلص من الروت؟ at the power 2 للبوث سايد. ادي الواي بتاعتي اللي هو الانفرس اوف فانكشن، هنشيل بقى الروت بقى دي خلاص. ادي الواي اهي ايكوالز 7 اكس ماينس 3 اول باور 2. فهمت كده يا نور؟ اه يا مستر. تمام تمام، 100 100 ولا تمام 99 و9 من 10؟ لا 100 100. تمام. طيب كلنا فهمنا صح؟ مين بقى who has brave heart، يعني قلبه كده جامد ويتناقش معايا في المسألة نمبر 16، يقول لي مستر وسع كده، سيبها لي دي بتاعتي انا اللي احلها. مين عنده الشجاعه دي؟ المساله دي مختلفه صح؟ اه بس مش مختلفه قوي يعني. انا فاكره كل اللي حضرتك قلته ده وبرده ما عرفتش احل المساله دي. والله ما فيها مشكله، طبقي التو ستيبس بتوعنا. هعمل سويتش عشان ما طلعتش، ما لقيتش اجابتي في الاجابات اصلا. طب ماشي ماشي، برضو سؤالي لسه موجود، مين عنده الشجاعة إنه يشتغل المسألة دي؟ أنا مستر بحضرتك. نور؟ أنا مستر. خش يا بطل. طبعاً دي الواي. واي إيكوال. الواي طبعاً. ها هنقول ماشي أوكي. واي إيكوال إكس ماينس 2 أوفر 2 إكس. الخطوة اللي بعد كده. بعد كده يبقى واي ماينس 2 وتعالى يبقى 2 واي. اه ماشي اوكي، بس لازم تقول لي كده اكس ايكوال واي ماينس 2 اوفر 2 واي، مش ده قصدك؟ بالظبط. برافو عليك، كمل. بعد كده تبقى واي ماينس 2 ايكوال 2 واي. لا ايكوال 2 واي تايمز اكس بقى، ما انا هعمل كروس. ها؟ هيبقى واي ماينس 2 ايكوال 2 واي اكس. تمام، 2 اكس واي. اهي ده تايمز ده ايكوالز واي ماينس 2. تمام، ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ يلا هنجمع الليترز لوحدها ونجمع الارقام لوحدها، تبقى 2 ماينس 2 واكس واي باور 2. لا هنا بقى لا، كارثه. انت هنا عملت كارثه يا نور، عملت كارثه. الانتجر 2 ده ما ينفعش اخده مع النيجاتيف 2 لان ده ملتبلاي الاكس. لا لا، مش معنى ناخد لايك تيرمز ان عشان هم ارقام زي بعض خدوا. لا طيب خلينا اكمل انا بعد لغايه كده انت تمام، وجيت عطلت هنا وقفت هنا. هو انا عايز مين يا جماعه؟ مش انا عايز الواي؟ يس. طب ايه المانع ان انا اخد الوايز مع بعض؟ يعني ايه اخد الوايز مع بعض؟
مش انا عندي هنا بوزيتيف واي اخدها الناحيه الثانيه مع ال 2 اكس واي بالنيجاتيف، هيبقى لي نيجاتيف 2 هنا. ها آه. فاهمين الخطوه دي ولا لا؟ الترم ده فيه 2 اكس واي اهو، فيه واي وعندي واي في الرايت سايد، خدتها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فاقدر هنا اخد الواي كومون باك، يتبقى لي 2 اكس ماينس 1 ايكوالز نيجاتيف، او خدت الواي كومون باك، ما انا عندي واي هنا واي هنا، خدتها عامل مشترك فتبقى لي 2 اكس ماينس 1، اعمل ديفايدد 2 اكس ماينس 1 للطرفين عشان انا عايز الواي لوحدها اهي، يبقى الواي اللي هو الانفرس بتاعي بنيجاتيف 2 اوفر 2 اكس ماينس 1. بص في الاجابات كده، في زميله ليكو قالت لي ايه؟ وانا واثق ان انت وصلت للخطوه دي يا جي، بس ما لقيتيش الاجابه. لا الاجابه موجوده، فين هي بقى؟ النيجاتيف 2 دي اهي، عملت الفانكشن كلها تايمز نيجاتيف فبقت عامله بوزيتيف 2 اوفر 1 ماينس 2 اكس، غيرت الاشارات بس اهي اهي، يعني هي طالعه لي نيجاتيف 2 اوفر 2 اكس ماينس 1، لما اعمل نيجاتيف 2 ديفايد 2 اكس تديني نيجاتيف 2 اكس، لما اعمل نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 1 تديني بوزيتيف 1، فكاني عملت تايمز نيجاتيف 1. وصلت ولا اشرحها تاني؟ مستر انا بس الجزء الاخير، الجزء الاخير اللي هو من تحت، الجزء الاخير. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، حاضر انا هقولها تاني، بس قبل ما اقولها تاني عايز اوضح حاجه. بس نيجاتيف 5 اوفر اكس بلس 3 مثلا، بصوا بصوا هعمل ايه، هكتب اكسبريشن تاني 5 اوفر نيجاتيف 3 ماينس 6، هل الاثنين دول ايكوالز بعض؟ انا بسال، دول ايكوالز بعض؟ يعني الفراكشن ده ايكوال الفراكشن ده؟ حد يجاوبني يا جماعه. يا نهار ابيض، في ايه يا حبايبي؟ انا بسال سؤال بسيط جدا، بقول الفراكشن ده هل ايكوال الفراكشن ده؟ لا مختلف. واحد قال لي لا. ماشي يا نور، ها موافقين على لا ولا طيب انا مش عارف ما بتردوش ليه، انتوا خايفين؟ بصوا يا حبايبي، لو انا عملت الفراكشن ده تايمز نيجاتيف 1، مش دي هتديني نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 5 هتديني بوزيتيف 5، وعملت الفراكشن ده او الدومينيتور ده تايمز نيجاتيف 1 بار مش هتديني نيجاتيف 3، عشان نيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف ونيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف هتديني نيجاتيف 3 ماينس اكس، هي هي الاثنين ايكوفالنت لبعض. طب انا مش مقتنع يا مس، هقنعك تعال نشوف. نيجاتيف 5 over x plus 3 times 5 over negative 3 minus x. دول انا بقول انهم equals لبعض، بينهم علامه equals، انت بتقول لي لا مش equals. طيب احنا قلنا عشان نتاكد ان ده proportion بعمل ايه؟ بعمل cross multiplication. لو طلع الليفت سايد equal right سايد خلاص يبقى ما فيش مشكله. تعال نشوف 5 times x 5x plus 5 times 3 15 equal negative 5 times negative 3 positive 15 negative 5 times negative x positive 5x الله اهم طلعوا equal، يبقى ما فيش فرق ما بين negative 2 over 2x minus 1 وما بين 2 over 1 minus 2x، كل اللي اتعمل بس ان دي نيجاتيف 2 بقت ايه؟ بوزيتيف، دي بوزيتيف بقت نيجاتيف، دي نيجاتيف بقت كاني عملت تايمز نيجاتيف 1. انا لسه هشرح المساله تاني، بس التركايه دي ما انت ما تتعبش، ها
وتقعد تتعب في الخطوات وفي الاخر طلعت انسر وفي الاخر تقول لي انا مش لاقي الانسر بتاعتي. لا يا حبيبي، هي موجوده، موجوده ومنوره قدامك، انت بس اللي ما عندكش الكونسبت بتاع البروبوشن. طيب عايز اسال سؤال، سؤال 2 over 3 equals 16 over 24، الكلام ده صح؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ ردوا عليا. اه صح يا مستر، كنت بعملها. الفراكشن ده ايكوال الفراكشن ده؟ اه طبعا ايكوفرنت لبعض. ليه؟ 2 تايمز 24 تدينا 48، 3 تايمز 16 تدينا 48، اهم ايكوفرنت صح. ايه الفرق بقى؟ طيب لما اجي اقول لك دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، نيجاتيف 2 اوفر 3 ايكوال 16 اوفر نيجاتيف 24، اه طبعا ايكوفرنت لبعض. أو نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 48، 3 تايمز 6 16 48. فما تخليش ما تبقاش تعبان في الإجابة وفي الآخر تقول لي أنا مش لاقي. تعالى نقول كده سريعا بقى عشان طولنا في التوبيك دي قوي. أنا عايز الانفرس اوف فانكشن اللي هو اف تو باور اوف نيجاتيف 1. أنا عايز دي. قلنا بنعمل سويتش، يبقى مكان الواي أحط اكس ومكان الاكس أحط واي. y minus 2 over 2y. هعمل الكروسات بتاعتي، يبقى x times 2y 2xy equal 1 times y minus 2 y minus 2. طلعت ال y؟ لا لسه يا مستر. طيب اعمل ايه؟ اخد ال like terms مع بعض. فين ال like terms؟ هنا في y وهنا في y، اخدها ليها كده، يبقى 2xy minus y equals negative 2. من حقها كده تاخد ال y common factor، هيتبقى لك 2x minus 1 equals negative. بقت عامله كده اهي y 2x minus 1 equals negative 2 divided 2x minus 1 divided 2x minus 1. تبقى الواي بتاعتي equal negative 2 over 2x minus 1. بص في الاجابات مبدئيا كده، مبدئيا انا معايا 2x اهي، فابتدي اشطب على d اشطب على c، استحاله تكون بي. ايه ده انا ما قدامنيش غير A؟ طب انا مشطب ثلاث اجابات، doesn't make sense never ever. خلاص تبقى الاجابه ايه؟ ما انت مش عارف البوزيتيف جت منين، بس قدرت برضو بتفكيرك السليم تشطب ثلاث اجابات فوصلت للاجابه وبقلب جامد. طيب الاجابه جت منين؟ بص يا حبيب قلبي، انا لما اعمل نيجاتيف 2 أو بمعنى أصح نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف، ما في هنا بوزيتيف هتديني نيجاتيف، فتبقى نيجاتيف 2x A. طب لما أعمل نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 1 هتديك بوزيتيف، أهو 1 بوزيتيف. خلاص تبقى الإجابة إيه؟ وصلت يا شباب؟ تمام يا مستر. تمام يا مستر. أوكي. آخر حاجة بس في النوع ده من المسائل ممكن يجي يقول لي ايه على نفس المساله مثلا، هنغير بس الايه what is the inverse of function، لا هغير دي what is f to power of negative 1. الله طب ما هي هي what is the inverse of function، لا بس هحط لك هنا مثلا يعني 1. ايه ده بقى؟ حط لي هنا 1، يعني بيقول لي بعد ما تطلع الانفرس عوض لي عن الاكس ب 1، بس حسك عينك تعوض عن الاكس ب 1 في الاوريجينال فانكشن اللي هو مديها لي. اوعى ده هو عايز اف تو باور، يعني احنا طلعنا الاجابه ايه؟ اهي اف نيجاتيف 1 اكس طلعت لي بايه؟ 2 اوفر 1 ماينس 2 اكس. هو عايز بقى دي ب 1، خلاص انا طلعت له الانفرس بتاعه ابتدي اعوض بقى، يبقى 2 over 1 minus 2 اللي هي 2 times 1 يعني تديني 2 over negative 1 يعني تديني negative 1. خلاص اختار الاجابه negative. ما انا لازم اديك كل الحالات اللي ممكن تقابلها عشان ما تجيش تلاقي المنظر ده اوب اعطل انا بقى. لا فكر شويه،
طلع الانفرس عادي، وبعد ما تطلع الانفرس عوض عن الاكس بتاعتك اللي هي موجوده في الانفرس مش الموجوده في الاوريجينال بتاعتك. المهم 17 18 19 مديني تيبل بالشكل ده. طبعا المسائل دي علشان خاطر يا جماعه لازم نبقى كير قوي واحنا بنقراها وبنتعامل معاها. ليه؟ لان عباره عن تيبل وارقام رخمه كده وكبيره وبتاع. خد بالك هي بتبقى سهله جدا بس عايزه طالب يعني اعصابه حديد شويه، بلاش الرعب اللي بيحصل من المسائل. بيقول لي ايه؟ gold is one of the most important items in the world. عرفنا. It's a price increase and decrease every day. عرفنا. اللي هو الذهب يعني من أهم الحاجات اللي في الحياة. The average closing price for the past 8 years is shown in the table. Average closing price. ماشي. سعر القفل يعني اللي هو في سنة 2020 كان 1771. المهم اول سؤال بيقول لي ايه؟ What is the mean؟ mean ايه يعني what is the average؟ يعني sum over number. okay what is the mean of the average closing price of the last 5 years؟ last 5 years اخر 5 سنين. ماشي خلاص عرفت ان انا هجيب اخر 5 سنين اعمل لهم بلس وبعدين ديفايدد باي. صعبه دي بس اخر 5 سنين فين بقى؟ اخر 5 سنين في التيبل ولا اخر 5 سنين عندنا؟ يعني اخر 5 سنين بترتيب التيبل اللي هو تاخد لي اخر 5 اللي هو ده وده 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 وده. طبعا الكلام ده غلط. اخر 5 سنين اهو يبقى ده وده ده هتمسك الكالكليتر تعمل ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده ديفايدد 5 تطلع لك الانسر في وشك كده على طول اللي هي تكون سي. مش محتاجه رغي كتير. وصلت يا شباب؟ اوكي. نمبر 18 بيقول لي which of the following statements is true when comparing اقارن the annual percentage change from 2018 ل 2020. 2018 لازم نعلم عليها كده. 2018 اهي ل 2020 اهي. هو عايز ايه؟ عايز الانوال تشينج ان بيرسنت، يعني التغيير كان بيحصل كل سنه بنسبه كام؟ طيب هنا بقى مطلوب منك ريفيجن سريع كده للرول بتاعت ايه؟ تشينج ان بيرسنت. بص كلمه تشينج جايه لي ايه؟ تشينج ان بيرسنت كانت بتقول لي ايه؟ يعني لو انا عايز اعرف حاجه كانت بكذا اتغيرت بقى سعرها كذا. مثلا حاجه كانت ب 10 بقت مثلا ب 13 سعرها زاد، زادت كام في الميه؟ انا عايز التشينج ان بيرسنت. بعمل ايه؟ الديفرنس ما بينهم يعني 13 minus 10 over the original divided 10 times 100. هكتب الرول اهو different الفرق بينهم over the original. مين الاوريجينال؟ اول رقم عندي في المساله times 100. ده يطلع لك اللي change in percent. طيب هو اداني 2 years دلوقتي اللي هم مين؟ 2018 و 2020. عايزين نعرف اللي change اللي حصل as a percent. طيب في 2018 كان 1268 وهنا في 2020 1771. انت عايز ايه بقى حضرتك؟ عايز اللي تشينج ان بيرسنت. حاضر نجيب الاول الديفرنس ما بينهم. تعال نجيب الديفرنس ما بينهم. 1 مش هنا صح. نشوف بس الأرقام. 2020 كان 1771.9 minus 2018 1268.93 over مين بقى؟ over الأوريجينال بتاعي. طب مين الأوريجينال؟
هيبقى 2020 ولا 2018؟ الله، هو بقى احنا بنبدا السنه ازاي؟ من 2020 وبننزل 2019 2018؟ لا، نبدا 2018 اللي بعديها 2019 2020. يبقى الاوريجينال بتاعي مين؟ 2018. ده كله اهو، بس تايمز 100 تطلع لي الايه؟ الانسر. وصلت يا شباب؟ اعملوها على الكالكوليتر سريعا وشوفوا الانسر. اعتقد انها تطلع، نعملها سريعا. شكل الانسر 177.9 - 1268.9. الناس المكسله تمسك الكالكوليتر. 1268.93 ده كله تايم 100 تدينا 39.63. طب حصل انكريز ولا ديجريز؟ اكيد انكريز طبعا. اه، لان في 2018 كانت 1200، في 2020 كانت 1700، فحصل انكريز بنسبه كام؟ سوري، انكريز اللي هي تبقى دي. واللي مش فاهم يقول. شباب كله فاهم؟ اوكي. 19 بتقول لي ايه؟ supposing that، افرض يعني the relation is linear. الله الله على الكلمه دي، لما بتلاقيها كده انت بترتاح نفسيا. ليه؟ خلاص عرفت ان انا هشتغل على linear. what is the rate؟ الله، كلمه rate ظهرت مع linear، يعني rate عايز السلوب. of a change between، من 2013 ل 2019 هو عايز السلوب ما بين 2013 و 2019. حاضر، 2013 فين حضرتك؟ اهي 2013 اهي، ادي اول بوينت، ادي الاكس وادي الواي. ومين تاني؟ 2019 اهي، ادي اكس 2 ادي واي 2. طلع السلوب بقى يا بنت. يبقى واي 2 ماينس واي 1، يعني اقول له كده 1393.34 ماينس 1668.86 اوفر من 2019 اوفر 6. واعملها على الكالكليتر وشوف الاجابه هتطلع لك ايه. هتلاقيها منوره قدامك كده، اعتقد انها تبقى A. الانسر A. وصلت يا شباب؟ اوكي. نمبر 20. ريموند وينت تو بوك ستور اند بوت 8 جريتينج كاردز. راح كده ايه؟ محل هدايا يعني، وجاب 8 كروت. To send them to his friend. تمام. However, he decided to send cards to only 5 of his friends. يعني هيختار من الثمان كروت دول 5 عشان يبعتهم لمين؟ لاصحابه. How many ways can this be done? ركزوا بقى معايا في السؤال ده. How many ways؟ اكتب سؤال هنا تاني. How many arrangement how many assignment how many order و how many ways. الاربعه دول لما الاقيهم في اي مساله اشتغل على حاجه اسمها permutation، هنتكلم فيها بالتفصيل.
الكلاس الجاية إن شاء الله. بس هي سهلة ما فيهاش حاجة. إيه بقى permutation ده؟ عندكم على الكالكليتور عند علامة المالتيبلاي هتلاقي كده مكتوب NPR فوقيها كده، أدي الزرار بتاع المالتيبلاي أهو، هتلاقي NPR. N ده النمبر والR ده الريبيتد بتاع النمبر، لازم يبقى الـ N greater than الـ R. مش فاهم حاجة، أفهمك واحدة واحدة. النمبر هنا أنا عندي how many cards؟ عندي 8، يبقى النمبر بتاعي 8. طب هشتغل، هو بيقول لي how many، يبقى هشتغل على P اللي هي permutation، يبقى P. الـ R عندي هنا 5، يعني الثمانية دول هو هيختار منهم 5، فممكن يختار 5 مختلفين. يعني أنا عندي كارت مثلا واحد ريد، واحد بلو، واحد يلو، واحد وايت، واحد مثلا جرين، نقول 5 نختار منهم 3. فأنا ممكن أختار إيه؟ الآر مع البي مع الواي، ممكن الآر مع البي مع الدبل، ممكن الآر مع البي مع الجي، ممكن البي مع الآر مع الجي. أنا اخترت الآر مرة واحدة خلاص، هاخد بقى البي مع الواي مع البي. القصة كلها في إيه؟ الغلبة اللي أنت بتقعد تفكر فيها، أو طب أنا هعمل كم كارت؟ 5 في 8 ب 40 وخلصت يا عم، تبقى الإجابة إيه؟ غلط. ليه؟ لأن هو ممكن يختار 5 مختلفين، ولازم يبقوا مختلفين. كم طريقة بقى؟ هو ده اللي بيسأل، بيقول لك بكم طريقة ممكن يختار الخمسة دول؟ فأقول له 8B5، يبقى 8Shift-B5 تطلع لنا 6720 ways. بص بقى كم طريقة ممكن يختار بيها الكروت دي. طيب احنا قلنا نتكلم الكلاس الجاية علشان الوقت بس مش هيسعفنا، عن حاجة اسمها permutation and combination، بس يا ريت تفكروني لو سمحت قبل ما نبدأ أي حاجة. درس مهم. يبقى عرفنا دلوقتي 8B5، خدوا بالكم في حاجة اسمها CNCR، وهكلمكم عن الفرق ما بينهم يعني. بس حد يفكرني الكلاس الجاية لو سمحت. Number 21 بتقول لي ايه؟ In 2011 the population in Cairo was 9.12 million. الله، واضح كده انها داخله في سكه البرسنت. ماشي. The population was increased by 1% each year. What could be the approximate population in Cairo in 2022؟ حلوه. نركز بقى مع بعض. هو بيقول لي في سنة 2011 كان 9.12 مليون. أنا عايز أعرف بقى في سنة 2022 هيبقى كام؟ تعال نشوف. الرول بتقول لنا إيه؟ A اللي هي total amount equals B اللي هو الأوريجينال times 1 plus، طبعا بيحصل increase 1 plus R percent to power of T lower time. يبقى الـ A دي الـ total، الـ B ده الـ original أو الرقم أنا بادئ بيه، الـ R دي الـ percent بتاعتنا اللي مديها لنا في المسألة، الـ T ده الـ time بتاعنا. الـ time بتاعنا بقى years weeks زي ما يكون. تعالى نطبق الكلام ده. هو عايز بقى الـ total population بتاعنا اللي هي الـ A لما كان بادئ بـ 9.12 مليون في سنة 2011 اللي هي بتزيد كل سنة 0.01% يعني. To power of what بقى؟ من 2011 ل 2022 في 11 years، يبقى الباور بتاعي 11. اعملها على الكالكليتور كده لو سمحت وقول لي الانسر. هتبقى سي يا مستر؟ برافو عليك. سي يبقى 10.17486 مليون. وصلت ولا اقول تاني؟ اوكي
نخش على 22 بتقول لي ايه؟ بتقول لي what are the values of a and b if fx equals 2a minus 3x squared plus bx minus 1 is equivalent to 2 gx equal 4a plus 3x squared plus 3 minus b equal. طيب دي سهله جدا. هو بيقول لي ان fx equivalent to gx ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل coefficient equals the same coefficient in the other equation. مش فاهم يعني، نركز مع بعض. هو قال لي f equal g، فالكوفيشنت بتاع الاكس سكوير اللي هو ده ايكوال الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير في الجي اللي هو ده، فاقدر اقول له كده 2a minus 3 equals 4a plus 3. 2a هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى تديني 2a equal، اودي النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 6، يعني الـ A بتاعتنا بنيجاتيف 6. هو عايز مين الـ A؟ يبقى هشطب على دي وهشطب على دي، الـ A طلعت لي بنيجاتيف 3. حلو الكلام؟ فاهمين كده؟ ردوا عليا. تمام. نيجي بقى للجزء اللي خاص بالـ B. الـ B اهي ده الكوفيشنت بتاع الـ X، إيكوال نفس الكوفيشنت بتاع الـ X في الفانكشن الثانية. فده معناه إيه؟ معناه ان 3 minus b equals b. هناخد ال b الناحيه الثانيه بالنيجاتيف تديني بوزيتيف، يبقى b plus b يبقى 2b equals 3 divided 2 divided 2، يبقى ال b بتاعتنا ببوزيتيف 1.5. يبقى نختار الاجابه. خلصت المساله. مفيش اي مشاكل خالص. وصلت؟ اللي عايز اي شرح فيها تاني يقول لي لو سمحت. الو ماشي. نيجي النمبر 23 بتقول لي ايه؟ if 4x plus 14y equals negative 7 what is the value of negative x minus 7 over 2y. دي من المسائل المحيره، انه يديك equation فيها two variables unknown ويطلب منك الفاليو بتاعت الايكويشن فيها two variables unknown برضه. الراجل اللذيذ ده انت ألذ منه واذكى منه في ايه؟ نركز بقى مع بعض لو سمحتوا في الادفايز اللي هقولها لك. نصيحه كده، لما يجيب لي equation بالشكل ده، equation لوحدها اهي، انا ما اعرفش الاكس بكام والواي بكام، اوعى تضيع وقتك تقعد تحط الاكس برقم والواي برقم عشان تطلع لك في الاخر نيجاتيف 7، يبقى انت بتهرج. دي هتاكل وقتك ومش هتطلع، ده لو طلعت يعني بعد سنه. طب اعمل ايه يا مستر؟ ركز. اركز في ايه؟ اعمل كومباريزون كده، مقارنه ما بين الفاريبل ده والفاريبل ده. الفاريبل بتاع الايكويشن الاولانيه والفاريبل بتاع الايكويشن الثانيه. طب انا عندي فوق في الايكويشن الاولانيه الكوفيشن بتاع الاكس 4 والايكويشن الثانيه الكوفيشن بتاع الاكس نيجاتيف 1. طب بعقلك كده مش كاني عملت ديفايدد باي 4 صح ولا لا؟ تعال نجرب. لما اعمل 4x بلس 14y ايكوال نيجاتيف 7 اعمل ديفايدد نيجاتيف 4 divide negative 4 divide negative 4 4 divide negative 4 تدينا negative x اهي. positive divide negative تدينا negative 14 divide 4 على الكالكليتر تديك 7 over 2 y اهي. يبقى فاضل لي مين؟ negative 7 divide negative 4 تديك 7 over 4، لان يعني النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف، يبقى الاجابه b. خلصت المساله. يبقى ما تقعدش تضرب اخماس واسداس في المساله، انا عارف ايه اللي بيحصل. هتروح باصص على يا نهار اسود، طب انا اجيبها له ازاي؟ طب اعمل سيستم اوف ايكويشن ما بينهم واطلع الاكس واعوض والقصه، ابدا. طالما حاجه كده مبهمه ركز في الكوفيشنت ده والكوفيشنت. هتلاقي نفسك عرفت عملت ديفايد تايمز ها؟ ممكن تبقى يعني مثلا يقول لي 4x بلس 14y ايكوال نيجاتيف 7
أنا عايز مثلا يعني أنا بدي example نقول إيه 12x plus مثلا 42y equal إيه. الله أنا بصيت هنا لقيت الكوفيشن ده 4 وده 12 يبقى كأني عملت له تايم 3 صح ولا لا؟ يبقى لو عملت ده تايم 3 كده 3 times 4 تديك 12x 3 times 14 تديك 42y يبقى 3 times negative 7 تديني negative 20 أي. يبقى الاكسبريشن ده equal negative 21 فممكن يبقى division ممكن يبقى multiply فاهمين حاجة يا شباب؟ تمام يا مستر تمام يا حبايبي هنعمل ستوب لغاية 23 وهبعت شغلي تاني نشتغله هنكمل الكم مسألة الجايين دول إن شاء الله مش هياخدوا في ايدينا 15 minutes يعني وقول 10 minutes للcombination والpermutation نشرحهم سريعا كده والباقي هنعمل correction للتست اللي هبعت أي سؤال قبل ما نقفل يا شباب؟ شكرا يا مستر عايز اعرف هو الامتحان ده دليل اصلا نزل يعني دليل يا ماما دليل امال بيقولوا الامتحان صعب ليه ما شفتي بقى شفتي عشان الناس مش مذاكر اصلا طيب اوكي ميرسي يا مستر شكرا انما او يمكن يطلع صعب انا برضو لسه يعني احنا ما وصلناش لاخر الامتحان لا 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 والله خدي بالك اخر المسائل دي تحفه سلسلة جدا جدا هو انا حليته الانسرز عايزين الانسرز تاخدوها عايز الانسرز طيب اكتبوا ورايا لو سمحت احنا وقفنا لغايه 23 صح اه اوكي انا ثواني هكتب على الوايت بورد اهو اللي عايز ياخد سكرين شوت مفيش مشاكل يبقى فاضل لنا 24 25 26, 27, 28, 29, 30. ده كله كده multiple choice. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. طبعا دول graded. 24 هتطلع D. 25 هتطلع C. 26 هتطلع دي 27 هتطلع بي 28 هتطلع سي 29 هتطلع اي 30 هتطلع سي 31 هتطلع 64 32 هتطلع negative 34 over 5 لا negative 8 لا 32 شو عايزي 1 minus 8 ماشي طلع لي 39 over 5 36 تطلع 8 34 هتطلع 1 2 انا بعد ما ثواني بس ادوني الفرصه انا ما عنديش كده 1 2 3 4 5 6 7 34 0.3 35 هتطلع 1 9 8 85.5 الانسر زي شو
وهنحلهم يعني وهنراجعهم عشان لو في حاجه غلط. لا هو الامتحان طلع سهل فعلا. لا لا لذيذ ما فيهوش اي مشاكل والله. تمام ميرسي يا مستر شكرا. لا فخر. ميعادنا ان شاء الله Sunday باذن الله الساعه 8 مساء ان شاء الله. اي سؤال يا جماعه قبل ما اقفل؟ شكرا يا مستر. شكرا يا مستر. عفوا يا حضرتك. السلام عليكم.